مشاهدينا الأعزاء من كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. نقدم لحضراتكم نشرة أخبارية مفصلة من تلفزيون حضرموت بالمكلا، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا مشتركا لتقييم تنفيذ قرار آلية شراء المشتقات النفطية واستعراض نتائجه. مجلس جامعة الدول العربية يطالب الدول تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بتعز. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. رأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للنفط وشركة مصافي عدن. واستعرض الاجتماع الآليات المقترحة من شركة النفط والمصافي بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية بشكل تكاملي، إضافة إلى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن. وأكد رئيس الوزراء أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، منوها بالجهود المبذولة في هذا الجانب بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من القرار في كسر الاحتكار وتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية وتعزيز إيرادات الدولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية. ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أي إشكاليات وتذليل كل العقبات التي تواجه توفير المشتقات النفطية للأسواق وبأسعار مقبولة، إضافة إلى تعزيز المخزون من المشتقات النفطية وإعادة انسيابيتها للسوق. طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الدول كافة بتصنيف ميليشيا الحوثية الانقلابية منظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك في قرار صدر في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا. وأدان المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم الآثم على المدنيين والأهداف المدنية من قبل الميليشيا الحوثي الإرهابية بثلاثة صواريخ كروز على منطقة مصفح أيكاد 3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أدى إلى انفجار ثلاثة صواريخ نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيدة بقدرات قوات التحالف العربي والدفاعات الجوية الإماراتية في اعتراض الصواريخ وإسقاطها. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الهجمات الإرهابية والعدوانية والتي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين تدل على نهج الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران واستخفافها بالمجتمع الدولي وإصرارها على تهديد أمن المنطقة واستقرارها، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وتصنيف الميليشيات كجماعة إرهابية منظمة، وذلك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وجددت موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للسعودية والإمارات وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشآتهم الحيوية. أصدر وزير المالية سالم بن بريق قرارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022. ودعا الوزير بن بريك الجهات المعنية بموافاة وزارة المالية بالبيانات كافة اللازمة لإعداد الموازنة، موجها أعضاء اللجنة الفنية بسرعة مراجعة السقوف التأشيرية والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة. وقضى القرار بقيام اللجنة بأعمالها وفق الأسس الخاصة بإعداد الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 2022، وتضمنت مهام اللجنة أيضا تجميع مشاريع موازنات وحدات كل من السلطة المركزية والمحلية وإعداد صورة نهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفق دليل إعداد الموازنة العامة المعدل في ضوء قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000. جرى بالعاصمة المؤقتة عدن توقيع عقد الاتفاقية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل طريق هجة العبد الرابط بين محافظتي تعز ولحج بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتتضمن الاتفاقية إعادة تأهيل عقبة هجة العبد وترميمها بطول 8 كيلو و800 متر، وتنفيذ شركة الفيصل للأعمال التجارية والمقاولات العامة. وخلال عملية التوقيع ثمن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين جهود للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الرامية إلى إعادة تأهيل المشاريع الخدمية، مشددا على سرعة إنجاز المشروع. وأكد محافظا محافظتي تعز ولحج نبيل شمسان واللواء أحمد عبد الله التركي من جانبهما الأهمية التي يكتسبها مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، مثمنين دعم وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خدمات مشاريع الطرق. هذا الطريق الذي طالما عانى منه المواطنون في محافظة تعز وبقية المحافظات، حقيقة شهدنا مؤخرا العديد من الحوادث في هذا الطريق، وخصوصا الآن مع موسم الأمطار. الحمد لله أن هذا التدخل الآن جاء في وقته عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبجهود كبيرة أيضا جدا ومتابعات من الأخوة في وزارة التخطيط على رأسهم معالي وزير التخطيط الدكتور واعد عبد الله باذيب وجميع المعنيين في وزارة الأشغال والوزارات المعنية في السلطة المحلية عبر محافظة تعز ومحافظة لحج. طبعا إعادة تأهيل هذا الطريق سوف يؤدي إلى تخفيض الكلفة النقل على الأقل بنسبة ما بين 30 إلى 50%، يعني سوف يخفض الوقت إلى أكثر من 50%. ناقش محافظ شبوة الشيخ عوض العولقي مع نائب المدير العام لشركة OMV النمساوية للنفط المهندس عز الدين الحكيمي مختلف جوانب وأنشطة الشركة العاملة في قطاع العقلة بمديرية عرما. وبحث اللقاء جملة من القضايا الفنية المرتبطة بإمكان تزويد الشركة لمشروع المحطة الغازية المزمع إقامتها بالمحافظة بمادة الغاز وتحديد الخطوات الأولية التي يجب اتباعها لإقامة المشروع، كما بحث برامج وخطط استثمارات الشركة بالقطاع خلال العام الجاري ومستوى التزاماتها في دعم التنمية المحلية. وجدد الحكيم التزام الشركة بتغذية المحطة باحتياجاتها من مادة الغاز، مشيرا إلى العمل على استكمال مشروع الخزن المؤقت للنفط بالقطاع واستكمال مشروعات دعم التنمية المحلية في مجال الطاقة وتغذية مديريات جردان وعرماء والطلح وغيرها من مجالات البناء من مجالات البنى التحتية بالمديريات. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الشيخ عوض العولقي خطط القطاعات الأمنية وقررتها بالمحافظة للعام الحالي وآليات توزيع مهام تأمين مدينة عتق عليها. وشددت اللجنة على منع ظاهرة حمل السلاح في المدينة وتسليم غرامات مالية على المخالفين لذلك، ووجهت النقاط الأمنية الواقعة على مداخل المدينة بمنع دخول السلاح إليها واحتجاز الأسلحة لديها حتى خروج أصحابها وتسليمها، كما قررت بمنع تجوال السيارات المجهولة في مركز المحافظة، وكلفت شرطة السير بضبط السيارات المخالفة والعمل على ترقيمها خلال مدة أقصاها شهر. وفي الاجتماع تم توجيه إدارة أمن المحافظة بفتح باب التسجيل للشرطة النسوية بالمحافظة وإعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة لهن، منوهة بالحاجة لهن في عدد من التخصصات الأمنية المتعلقة بالقضايا النسوية. وأشاد المحافظ الشيخ عوض العولقي بمستوى الحالة الأمنية المستقرة بالمحافظة، وحث القيادات الأمنية بالمحافظة على العمل لتطبيع الأوضاع الأمنية بمديريات بيحان ورفدها باحتياجاتها من الإمكانات المادية والبشرية. عقد وكيل المحافظة رئيس دائرة الشهداء والجرحى حسن سالم الجيلاني اجتماعا مع قيادة السلطة المحلية بمديرية بروم ميفا للاطلاع على أوضاع المديرية والصعوبات التي تواجهها.
ونقل الوكيل الجيلاني للحضور تحيات محافظ حضرموت وأحاطهم بمجمل تطورات الأوضاع والصعوبات التي تواجه حضرموت، مؤكدا ضرورة التكاتف والتلاحم والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف صفا واحدا إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة لتجاوز تلك الصعوبات، مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت إلى جانب المديريات كافة والسعي لتقديم الدعم اللازم بما يمكن السلطات المحلية بالمديريات من القيام بواجباتها على أكمل وجه. نظم مركز اليمن للدراسات الحقوق لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن في عدن منتدى حواريا حول تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. وفي المنتدى الحواري الذي يستهدف صناع القرار وممثلين المجتمع المحلي في مديريات المنصورة وخور مكسر وصيرة، أكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والمدنية في عدن ومواجهة الظواهر السلبية التي تخل بالأمن والأمان والاستقرار عبر استهداف العديد من المؤسسات في عملية التوعية المجتمعية للقضاء على تلك الظواهر ورفع قدرات رجال الأمن على المستويات كافة. وفي المنتدى تم استعراض المخرجات المتمثلة بأهمية معالجة كل مسببات التطرف والإرهاب سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتكامل العمل مع الأجهزة المدنية والأمن. دشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي البرنامج التطوعي للتدريب والإنقاذ. البرنامج يشمل عددا من الدورات التدريبية ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة تستهدف الكوادر الصحية والمجتمعية بالمحافظة. يستمر على مدى أسبوع يقدمه مدربون سعوديون متطوعون، ويهدف البرنامج إلى أعداد مدربين في مجالات الإسعافات الأولية والإسعافات النفسية والإخلاء والإطفاء ومكافحة الحرائق، إضافة إلى تأهيل مدربين في الأزمات والطوارئ وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقات الحركية وشريحة المكفوفين. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لدعم وتمكين قدرات القطاع الصحي في اليمن وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز القطاع الصحي وتمكينه بالجمهورية اليمنية بالتجهيزات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة وشراء الأدوات المخبرية والأدوية الطبية الخاصة بمعالجة الأمراض المعدية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليونا و200 ألف دولار أمريكي. وتتضمن الاتفاقية الثانية توفير 5 محطات أكسجين وتأمين وسائل النقل اللوجستية وتدريب العاملين وصيانة المحطات في محافظات شبوة ومأرب وأبين وحضرموت بقيمة 1 مليون دولار أمريكي. فيما سيجري في الاتفاقية الثالثة دعم الأعمال اللوجستية المساندة للقاح كورونا بقيمة إجمالية تبلغ 2,800,000 دولار أمريكي. في محافظة المهرة تتواصل أعمال تأهيل الشبكة الداخلية لمياه مديرية سيحوت بعد أقل من 2 شهر منذ وضع حجر الأساس وبدء العمل فيه، وبلغت نسبة الإنجاز في تمديد أنابيب الخطوط الرئيسة والفرعية وتركيبها 40% على أن يتم البدء بالتوصيلات المنزلية خلال الأيام القادمة، إضافة إلى استمرار الأعمال بوتيرة عالية في صبيات غرف الصمامات والخزانات. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع انتشار لبعض العوالق الترابية ورياح معتدلة السرعة تنشط على فترات من الصباح والظهيرة، ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة بوجه عام مع أتربة مثارة ورياح معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام مع انتشار عوالق ترابية وغبار ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. والآن نترككم مع حالة الطقس.
نهاية النشرة مشاهدينا الأعزاء، هنا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مشترك لتقييم تنفيذ قرار آلية شراء المشتقات النفطية واستعراض نتائجه. مجلس جامعة الدول العربية يطالب الدول تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بتعز. ولمتابعة نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة موقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي. تلفزيون حضرموت، دمتم في حفظ الله ورعايته.